أداء يعني تحت المتواضع، مش أداء المنتخب ده أبدا. كفرقة مش منسجمة مع بعضيها، كروش يعني مش عارف هو في ايه بالظبط، انا مش فاهم. هي دي امكانياتهم، ما عندهمش اكتر من كده، ومش بذكر اسامي لعيبه، واخد بالك؟ هو عارف كويس مين وحش، يمكن هو واخد الدوره دي تدريبيه مش اكتر، لكن هو مش عاوز منها حاجه. يمكن هو عامل حسابه على كاس العالم، على كاس الامم، اكتر من كده ما عندناش. انت فريق بطولات، فريق بطولات، يعني عندك مرميش محمد شريف ناحيه الشمال وهو اصلا راس حربه، يعني بتلخبط في الاداء. دي النتيجه عاديه، دي النتيجه الطبيعيه انك بدا. ما كانش الماتش ده، كان هيبقى ماتش الاردن، الماتش اللي قبله، دي النتيجه الطبيعيه بتاعتك لخروجك. هو بيقول لك بجرب، لا بتجرب يبقى جرب الاساسي. اجرب الاساسي عشان الفرقه ادخل عليها واحد، ادخل عليهم اثنين في كل ماتشين، لكن على طول كده، على طول كده لا، في حاجه غلط، في حاجه غلط.